قال الرب يسوع: انظروا لا يضلكم أحد، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. إلى الأحباء المشاهدين، ترقبوا الماراثون الثاني على التوالي لهذا العام وسلسلة برامج باللغة العربية والإنجليزية تسلط الضوء على علامات نهاية الأزمنة واقتراب مجيء الرب ثانية، وذلك بمشيئة الله من 21 إلى 28 من شهر فبراير شباط، ناخذ دم الكلمة والتعليم. سنكون معكم على البث المباشر وهذه البرامج تحت عنوان قريبا جدا سيفاجأ العالم. نصلي أن تكون هذه الحلقات سبب بركة روحية للجميع، كي نسهر جميعا منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. آمين. أهلاً وسهلاً بكل المشاهدين اللي بيشاهدونا عبر قناة الآرامية وأيضاً اللي بيشاهدونا من خلال السوشيال ميديا. برحب بكل أحبائنا في كل مكان في العالم في برنامج الأسبوعي التلمذة المسيحية. هذا البرنامج يأتيكم في تمام الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت ديترويت ميشيغان وأيضاً بتوقيت شرق نيويورك. أهلا وسهلا بكل حبايب الرب في كل مكان. كلمة الرب اليوم بتشجعنا وبتقوينا أنه كلمته لا ترجع إليه فارغة بل تعمل عملها، وبثق أنه كلمة الرب دائما تنجح في عملها اللي الرب أرسلها لي. فأنا بثق اليوم ثقة كاملة، رسالة حية وفعالة إلى كل قلب اليوم محتاج إلى أن يسمع صوت الرب، محتاج إلى رسالة حية من السماء. الرب يتكلم من خلال الخدام المباركين اللي معانا، في الرب يستخدمهم في التعليم لكي ما يساعدونا انه نوصل الى الهدف والى بناء ملكوت الله. معانا القس الدكتور وسام خنط. اهلا وسهلا بحضرتك قسيس وسام. شكرا اختي رواء. صوت قسيس وسام اذا ممكن موجود عند الصوت ماشي هون. انا سمعتك هلا. اهلا وسهلا بحضرتك. يا شكرا كثير، انا كمان سعيد كون معكم مره جديده، وبتامل انه رب يبارك هذه الكلمه في اللي بدنا نسمعها اليوم مع بعضنا البعض. نحن لما نتحلى حول كلمه الرب تنستفيد من عمل الروح القدس من خلال الكلمه يلي بدنا نسمعها. امين. وايضا برحب معنا الاخ اسرائيل. اهلا وسهلا بحضرتك اخي انجي. اهلا بك رواء، وانا سعيد اكون معكم في هذه الفرصه. ربنا يجعل هذه الحلقة تكون كل قلب بيسمعنا. ربنا يدينا نعمة علشان فعلا الكلمات تكون حسب احتياج الناس، وإحنا بنتكلم في هذه المواضيع المهمة عن الأمور الأبدية. أمين. أمين. بالفعل نشكر رب من أجل فرصة ثانية أتاحها الرب لنا لكي ما نقدم كلمته إلى كل نفس محتاجة اليوم. ممكن أن تكون هاي النفس محتاجة إلى الخلاص. أنا رح أطلب من القسيس وسام أنه يرفع المشاهدين ويرفعنا بكلمة الصلاة لكي ما تكون قيادة حكيمة وقيادة الروح القدس في هذا البرنامج لكل نفس بحسب احتياجها. تفضل. خلينا نصلي أحبائي جميعا، نقترب للرب في هذه الساعة ونحن قلبنا مفتوح وفكرنا مفتوح أنه نتعلم مما يعلمنا به الروح القدس. نصلي أن الروح القدس هو يقود أفكارنا ويقود كلماتنا ويقود تجاوبنا مع كلمة الله. أبانا الصالح من أعماق قلوبنا نشكرك لأجل هذه الفرصة يلي فيها سمحت يا رب أنه نتحلق حول كلمتك حتى نسمع لصوتك يتكلم لإلنا. يا رب نحن ما بدنا نسمع صوت إنسان، لكن بدنا نسمع صوتك بالروح القدس عم بيتكلم خلال الإنسان. فأرجو يا رب إنك لما تتكلم يكون تجاوبنا معك واضح وحازم وصريح، وهو يا رب تكلم لأن عبدك سامع
من فضلك يا رب أنك تعطينا نعمة في هذا اليوم، أرجو أنك توضح الفكر لنا يا رب، أنك تفتح قلوبنا وأفكارنا لفهم الكلمة باسم المسيح وتطبيقها في حياتنا أيضا باسمه المبارك، نصلي آمين. آمين. إحنا كل المجد، ربي باركك قسم سويسان. طيب كما تعودنا سؤال حلقة اليوم وجه للأخ ناجي. أخ ناجي، السؤال يقول: أنا مصاب، عندي حب فضول وتطفل شديد، أنا أريد أن أتركه ولكن لا أعرف هل هو خطيئة؟ ممكن تحدثونا عن مدى أبعاد هذه الخطيئة؟ أنا يعني شخص يقول إنه عنده حب استطلاع وفضول كثير، هل هي خطيئة؟ وهو بيحب إنه يتركها لكن ما يستطيع، ممكن إنه تساعده؟ أخ ناجي تفضل. شكرا. قبل ما ابتدي الموضوع عايز أقول في آية في رسالة بطرس الأولى إصحاح 4 عدد 15، فيقول بطرس الرسول في رسالته: فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر، يعني ما يكونش سبب التألم إنه قاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، يعني جمع مع قاتل وسارق وفاعل شر متداخل في أمور غيره. عشان كده هو السؤال ده نحب نوجه الإجابة عليه برضو في وقت الحلقة دي. التطفل أو حب الاستطلاع هو محبة معرفة أسرار غيرك وخصوصياته، سواء عن طريق القراية أو السمع أو الكلام، بطريق مباشر أو غير مباشر. التطفل خاطئ سواء كان من الناحية الروحية أو من الناحية الاجتماعية. مفروض في الناس إنهم يحترموا خصوصيات الآخرين وأسرارهم حتى في محيط العيلة، يعني مثلا ليس من حق الأب والأم إنهم يفتحوا جوابات ابنهم اللي كبر وأصبح شخص رجل بالغ، يعني هو ما هوش طفل، لازم يحترموه ولازم يحترموا شخصيته. مفيش ليس من حق أحد إنه يتسمع حديث ليس له أن يسمعه، ومش من حقه إنه يرى خفية ما لا يجوز لرؤيته. فكل هذا لون من التجسس على الآخرين لا يليق أبدا بالشخص المسيحي الروحي، عيب. على أن التطفل قد يكون علناً وليس بالتجسس، يعني مثلاً إنسان يرهق غيره بالأسئلة حوالين أمر خاص به، جايز مش عايز يتحدث عنه لكن يتابعه بالأسئلة والتفاصيل عشان يعرف منه كل شيء. يعني أنا أعرف عيلة كانت ادعت تحضر اجتماع معانا، عيلة من مصر يعني، وبعدين جم الاجتماع هما واحد راجل ومراته وبنت كانت شغالة عندهم وكبرت من وهي صغيرة فتبنوها، ما عندهمش أولاد تبنوها. البنت باين شكلها أنها مش زيهم، يعني مثلا سمر عنهم ملامحهم تبين. فجت واحدة ست من القدام في الكنيسة بتقول أنت إيه ليهم؟ فقالوا لهذه بنتنا، وهي قالت أمي، لأن هي الأم اللي تبنتها. فدورت كده وبعدين قالت لحد تاني مش معقولة ده هي تكون بنتهم، دي تختلف في الشكل عنهم خالص. سمعت البنت وسمعت أمها، بطلوا يجوا الكنيسة إطلاقا بسبب هذه السيدة المتقدمة في الكنيسة، بطلوا ييجوا نهائي. ولحد ما الست دي ماتت كانت بتذكر هذه الحادثة، اللي هي الأم اللي تبنت البنت، والبنت اتعلمت من الناس بتوع الاجتماع بسبب هذه السيدة.
فالتطفق فدي ناحية مهمة لازم نراعيها، خصوصا مع الناس اللي جايين جديد في الكنيسة. لما نرحب بيهم ما ندسش أنوفنا في أمورهم الخاصة أكتر من اللازم أبدا. لازم الإنسان يعرف إزاي بيتعامل مع النفوس ومع الناس عموما، حتى مع أولاده ومع مراته أو الست مع زوجها. قد يعتذر المتطفل بالدالة أو بالرغبة في الاطمئنان، لكن الدالة ليها حدود لا تتعداها، وكذلك الرغبة في الاطمئنان ومعرفة الأخبار مش بالعافية. فرق كبير بين شخص عايز يطمئن وشخص عايز يعرف وعايز يعرف كل شيء. عشان كده نصيحتي للي يقول السؤال ده إنك تسأل، لكن ولو أنت وجدت ممن تسأله عدم رغبة في الإجابة أو عدم رغبة في الاستفاضة والدخول في دقائق بالموضوع، ما تلحش عليه بكثرة الأسئلة، وأصلاً ما تسألش في دقائق، لأن من صفات الفضولي أو المتطفل إنه لحوق، وغالباً اللي يعرفوه بيحاولوا يهربوا منه من أسئلته الكثيرة وحب استطلاعه، وجايز يغضب من كده ويعاتب وهم في خجل من مكاشفته إنه شخص متطفل. لكن أحرج المواقف هي أن يلتقي المتطفل بالخجول، الخجول مش قادر يصده، وقد لا يستطيع أن يغير مجرى الحديث عشان يهرب من الأسئلة المتطفلة، وهكذا يحرج، والمتطفل يشوف الحرج ده ومن لا يبالي، عايز يعرف الأخبار وعايز يعرف كمان أسباب الحرج، وجايز ما يعرفش المتطفل، جايز ما يكتفيش بمعرفة أسرار الشخص اللي قدامه، لكن كمان يغرب قد يرغمه على كشف أسرار غيره، يسألوا عن التانيين، قلت لهم ايه، قالوا لك ايه، عملوا ايه، ايه شعورهم في الموقف ايه تصرفهم، ايه رأيهم، ايه علاقتهم بيك، ايه طب وعائلاتهم واصدقائهم، طب وايه باقي خصوصياتهم، وجايز يتدخل في علاقات ليس من حقه انه هو يتدخل فيها او يعرفها، يمكن علاقات عائلية في منتهى السرية، علاقات بين زوج وزوجته، بين صديقين، بين صديقتين، أو أسرار خاصة بالعمل لا يجوز إفشائها، وجايز هو أصلاً ما يستفدش من كل ده، وجايز ما يقدرش يحتفظ بسرية اللي هو يسمع. لكن من جهتك أنت أيها السامع السائل عن التطفل وإنك مصاب بيه وعندك زي ما بتقول حب استطلاع فظيع، نصيحتي ليك كذا نقطة. أولاً تعود أنك تحترم خصوصيات غيرك، وتقتنع بأن الكل إنسان أسراره الخاصة اللي لا يجب أنه يقولها حتى لأعز أصدقائه، زي ما أنت كمان ليك أسرارك الخاصة اللي عايز تحتفظ بيها. اسأل نفسك باستمرار إيه شأني بهذا الأمر؟ هل من حقي أتدخل فيه؟ إيه حقي ده ولأي مدى؟ قل لنفسك ده بدل ما يتجرأ غيرك ويقوله لك ويحرجك أو يقوله من وراك والناس تنفر منك وتنفر من الخدمة ولا الاجتماع إذا أنت موجود فيه. ده حدود للدالة في علاقاتك بالآخرين، في حدود. إذا سألت حد عن شيء خاص بيه وجدته غير مستعد للإجابة أو في إجاباته تهرب أو محاولة لغلق الموضوع، خلاص ما تلحش عليه، ما تحاولش تقرأ خطابات غيرك أو تعبث في كتبه وأوراقه. وإن وقع في إيدك شيء من كده كن محتشم، ما تحاولش تطلع على ما ليس من حقك أن تطلع عليه. كن عفيف النظر، عفيف السمع، عفيف اليد. احرص على معارفك وأصدقائك عشان ما تفقدهمش بالتطفل، وعلشان ربنا ما يفقدهمش وهم يفقدوا ربنا بسبب تطفلك أنت. أنت بكده بتدي صورة وحشة عن المسيحية وعن المسيحيين وعن الاجتماعات وعن الخدمة.
لو أنت مزروع جواها ومن الصنف. أمين. أمين. لحضرتك أخي ناجي، يعني كلامك فعلا رائع وتعلمنا كثير اليوم من هذا الكلام، وإن كان يعني شورت مسج لكن في معاني كثيرة، وخصوصا كمؤمنين. يعني يقول أيضا الكتاب ويل لمن تأتي به العثرة. رب يحمينا ويعطينا حكمة كيف نتعامل مع بعضنا كنائس أو مع بعضنا البعض كمؤمنين، ويعطينا روح التواضع وروح الطاعة لبعضنا البعض. شكرا لحضرتك أخ ناجي، ربنا يباركك. كان بودي أنه يكون وقت أطول، لكن أكيد الرب يباركنا في حلقات قادمة ونستفيد في هالمواضيع الرائعة. أعود مرة ثانية إلى الدكتور القس وسام. قس وسام، الأسبوع الفات كان سؤال رائع بيتكلم عن التلمذة المسيحية. احنا نعرف في لوقا الاصحاح 9 الرب يسوع قال للجميع: ان اراد احد ان ياتي ورائي ويتبعني فليكن نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. يعني احنا حضرتك تكلمت على نقطه خاصه اللي هي انكار النفس. هل ممكن اليوم تركز لينا على حمل الصليب؟ ماذا قصد الرب يسوع احمل صليبي؟ تفضل. نعم، شكرا أخت رواء. الحقيقة هذا موضوع جدا مهم لإلنا كمسيحيين، إنه نعرف شو دعوتنا بالحياة كأشخاص يلي دعانا الله حتى نكون في علاقة معه. رب يسوع المسيح كان واضح في تعليمه، كان واضح في سلوكه، كان واضح في تعاطيه مع الناس. لما تجمعوا حوالي آلاف من الناس، بقول إل دعا الجموع إليه وقال لهم: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. نحن شرحنا أنه اتباع المسيح هو الخلاص بنفسه، هو عملية التجديد، هو عملية الولادة الثانية. فالإنسان اللي بده يتبع المسيح من البداية ما في يتبع المسيح بشقف أو بأجزاء. يعني أنا بتبع المسيح بالخلاص وبعدين بشوف إذا بتبعه بربوبيته على حياتي. لا، الكتاب المقدس بيعلمنا إنه نحن منقبل المسيح كمخلص ورب من البداية، وهود اثنين بيجوا مع بعضهم، رب ومخلص هن وجهين لعملة واحدة، ما فينا ناخد واحدة ونترك الثانية. مرة الماضية تأملنا عن قصة إنكار النفس، وشفنا إنه إنكار النفس موضوع مهم جدا لنقدر نتبع الرب يسوع المسيح. يعني بمعنى آخر، إنكار النفس حتى ما نعيد الكلام هو أنه أوضع المسيح أولاً في حياتي. هذا إنكار النفس. كل شيء بدي أقرره، كل شيء بدي أفكر فيه، كل شيء بدي أعمله، كل شيء بدي أحكيه بدي يكون جاي من خلال المسيح. المسيح حاطط الطبعة، طبعة الموافقة عليه. هلأ بنيجي لموضوع حمل الصليب. رب يسوع المسيح كان يحب دايماً يستعمل تعبيرات وصور يلي هي من واقع حياة الناس. فمثلا كان يتكلم عن الحقول، يتكلم عن البزار، يتكلم عن الأشجار، يتكلم عن الحيوانات إلى ما هنالك. ليش؟ لأنه الجو اللي كان عايش فيه هو مع المستمعين تبعه كان جو طبع الضيع أغلبه، فكان يتكلم لإنه بأشياء يفهموها تقرب له الحقيقة الروحية لإنه. هلا لما قال المسيح: إذا أراد أحد أن يأتي ورائي فليحمل صليبه كل يوم، المسيح كان عارف عن شو عم بيتكلم، وهو عارف إنه الناس اللي عم بيسمعوه فهمانين عليه شو عم بيتكلم، لأنه فكرة الصليب كانت موجودة وشائعة في العالم الروماني القديم يلي عايش فيه الرب يسوع المسيح. لما شخص يسمع عن كلمة الصليب كان دغري يجي على فكره فكرة العار، فكرة الألم، وفكرة الموت، لأنه هذا الصليب كان هو أداة لإخضاع الإنسان، لتعذيب الإنسان، ولهلاك الإنسان. فالرب يسوع المسيح استعمل تعبير اللي الناس كلها بتفهم معانيه وقدمه لإلهم بس بطريقة روحية. يعني المسيح ما طلب منا نجيب خشبتين ونحطهم على بعضهم ونعمل صليب ونحمله.
مش هذا المطلوب. المسيح طلب منا نحمل صليبنا الروحي يلي الله عمله هو على قياس كل واحد منا، مش نحن بنعمله على قياسنا. الله بيعمله بحسب إرادته ومشيئته على قياس كل واحد منا مثل ما خلقنا. هلا مش كل عار ولا ألم ولا موت بالضرورة هو حمل الصليب. أحبائي، ذكر الأخ الحبيب ناجي قبل شوي أنه ما نتألم كسارقين أو زنات أو متداخلين بأمور غيرنا أو إلى ما هنالك. فالفكرة من حمل الصليب مش أنه أنا أي عذاب بالحياة بعيني هو حمل صليب لألي. مرات هذا العذاب بيكون نتيجة تصرفات غلط أنا عملتها، كلام غلط أنا حكيته، قرارات غلط أنا اتخذتها في الحياة، فبيجي علي ألم وعار ويمكن موت كمان. هذا ما له علاقة بالصليب يلي المسيح عم بيحكي عنه. المسيح عم بيحكي عن الصليب يلي هو إرادة الله لحياة كل واحد منا، إرادة الله لحياة كل واحد منا. هلأ كل واحد منا عنده صليبه الخاص. المسيح ما طلب منا نحمل صليبه هو، لأنه صليبه هو له علاقة بالفداء، صليبه هو له علاقة بدعوته، صليبه هو له علاقة بشخصيته. نحن ما طلب منا نحمل صليبه، مش هيك لما قال هو قال يحمل كل واحد، قال إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه، ما قال ويحمل صليبي ويتبعني، قال صليبه. بمعنى كل إنسان منا عنده صليبه الخاص يلي الرب سمح أنه هذا الصليب ينحمل من قبل هذا الإنسان. إذا جربنا نبدل هذا الصليب بين بعضنا البعض ما بيمشي يا أحبة، لأنه ما بتتم إرادة الله في حياتنا من خلال هذا الصليب يلي الله قصده لكل واحد منا. صليبي بيختلف عن صليبك، بيختلف عن صليبك. الله بده ايانا نحمل الصليب اللي هو حضر لنا اياه في حياتنا، وهو وعد انه يكون معنا، وهو يحمل اثقالنا ويحمل اتعبنا واوجاعنا ويمشي معنا لما نكون حاملين الصليب وماشيين وراء متبعين له. الصليب بمعنى اخر هو اسلوب حياه منعيشه كل يوم كل ساعه كل دقيقه في حياتنا ضمن إرادة الله المعلنة في الكلمة، وضمن إرادته المعلنة لإلنا من خلال الروح القدس يلي أعطينا مواهب وشخصيات معينة تنقدر نتمم إرادة الله في هذه الحياة. فإذا أنا لازم أعرف إرادته لله من خلال كلمته، ولازم أعرف إرادته من خلال شخصيتي، من خلال المواهب اللي الرب حطها فيه، لأنه هيدي الأشياء ما انوضعت هيك بطريقة عشوائية، هذا انوضعت أساسا لحتى الله يتمم مقاصده من خلالي بهالإشياء اللي حطها فيي أنا. طيب نحن بنقول هون إنه كل واحد عنده فإذا صليبه الخاص، وكل صليب بالنهاية لازم يؤدي لتمجيد الله في حياتنا أحبائي. ما ننسى هذا الأمر، ما ننسى هذا الأمر. هلا بتقلي بس بالصليب في عار، وبالصليب في ألم، وبالصليب في موت عن شهواتنا وعن مباهج هيدا العالم الشريرة. ايه المسيح كان واضح في هذا الأمر، نعم انه نحمل صليبنا في عار، لكن ما تنسى انه المسيح حمل عارنا. في ألم، ما تنسى انه المسيح حمل ألمنا. وفي موت، ما تنسى انه المسيح مات لأجلنا على الصليب لحتى يعطينا الحياة. قال افتقر وهو الغني لكي نستغني نحن بفقره. فرب عطينا هذه الإمكانية الحلوة انه نمشي فيها في هذه الحياة. هلا بدي اقول لك قصة بالنهاية بتوضح شوية الصورة. احد الاشخاص المؤمنين كان دايما يحتاج انه صليبه تقيل، ودايما يتزمر انه يا رب شو هالصليب اللي عطيني اياه. الصليب ممكن يكون أحبائي وضع مرضي، ممكن يكون خسارة بالعيلة، ممكن يكون وضع مادي معين، ممكن يكون اللي تعلم ما صار مجال واحد يتعلم، ممكن يكون أشياء كثيرة في الحياة، ممكن يكون اضطهاد بيجي علينا بسبب سيرنا مع المسيح بأمانة وإخلاص.
فهذا الأخ المؤمن كان يتزمر دائما، لكن يوم من الأيام حلم بمنامه حلم لقى نفسه موجود بالسماء، وإجا أحد الملائكة استقبله على الباب وأخده معه وقال له أنا مكلف أني فرجيك شوية إشياء هون بالسماء حتى سادك تتفهم دعوتك من الله. وأخده على أول مكان وفرجيه هيك مجموعة صلبان، شيء كبير شيء وسط شيء صغير شيء قياسات مختلفة. قال له أنا عرفت أنك أنت مش مبسوط بالصليب تبعك على الأرض، فحابين نعطيك هون بالسماء، ربنا حابب يعطيك تشانس أنك تختار الصليب اللي بدك إياه، أنت اللي بناسبك نقيه وخده. قال له طيب. قعد هيدا يبرم يطلع ياخد صليب يحطه عليه يقول لا هذا كتير تقيل، هذا يعني مش زيادة مش طالع على قد مزبوط، هذا خفيف كتير لا ما بيزبط، هذا لو وصل بالأخير لقى الصليب على قياسه مزبوط، قال لك هذا الصليب فعلا أنا برتاح فيه. لما لقى هذا الصليب بيقول له الملاك طيب برام الصليب وشوف شو مكتوب وراه. لما برم الصليب بالعكس لقى اسمه مكتوب عليه، بمعنى آخر أنه الله مش ممكن يعطيك شيء فوق احتمالك كبشر. إيه لا يدعنا نجرب فوق ما نستطيع، بل يجعل مع التجربة أيضا المنفذ لكي نستطيع أن نحتمل. فنحمل صليبنا أحبائي ونتبع المسيح يلي هو حمل الصليب قدامنا، نمشي وراه ونتذكر ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس بالنهاية عن يمين العظمة في الأعالي. آمين. أمين. شكرا لحضرتك قسيس وسام، عجبتني كثير التوضيح اللي وضحته حضرتك، أنه أحيانا كمؤمنين بنخلط بين أنه هذه نتائج أي حصاد ما يفعله أو ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، بنسمعها كثير أنه أنا حامل صليب. طيب ما أنت زرعت هاي نتائج اللي زرعته، فكثير بنسمع يعني ما نريد ندخل في محكات معاهم، بس يا ريت صلاتي أنه الكلام اللي حضرتك تفضلت وأعطيته للمشاهد يكون واضح جدا، وكمؤمنين نميز الصليب اللي الرب أعطانا إياك كما تفضلت حضرتك وقلت أنه بحسب مشيئة وبحسب إرادة الله أنا بحمل صليبي، وليس أنه أنا بضع نفسي في أماكن أي في أزرع زرع غير جيد وبعدين أقول أنه أنا حامل الصليب. أشكرك جدا جدا من أجل هذا التوضيح، لأنه فعلا إحنا محتاجين اليوم أنه نسمع هذا الكلام كمؤمنين. شكرا لحضرتك. طيب موضوع حلقتنا شيق جدا ورائع جدا اللي وضع الرب على قلوب الخدام الرب، استعد للقاء إلهك، لكن رح ناخذ فاصل قصير بعد هذه الإعلانات رح نرجع معاكم. أنا أشجعكم أحبائنا ومشاهدينا أن تشجعون الأحبة والأصدقاء أنه يعملوا شير للحلقة وأيضا يتابعون على مدى ساعة من هذه الحلقة في كلام في نداء من الله إلى كل نفس بتشاهدنا، لأنه الرب يتكلم ويعطيك فرصة يمكن تكون آخر فرصة لكي ما تسمع هذه الرسالة المشوقة. قوية معنا رح نعود معكم بعد قليل. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. ترقبوا في العام الجديد 2023 بمشيئة الرب. يسر شبكة البث الآرامي أن تقدم سلسلة من الماراثونات على مدار أشهر السنة تتناول
موضوعات للدفاعيات ومعالجة قضايا روحية هامة من خلال الكتاب المقدس. فانتظرونا. سهلا بكل حبايب الرب في كل مكان، برحب بأحباء الرب من قناة الآرامية، أحييكم في هذا اليوم المبارك باسم الرب يسوع. نبدأ حلقتنا، وموضوع حلقتنا هذا اليوم هو استعد للقاء إلهك. هناك لقاء رائع ومقابلة إلهية رائعة، وهي أيضا هذا الاستعداد اللي رح نتكلم عنه اليوم. المخدم الرب رح يساعدونا أنه كيف نبلور هاي الفكرة، وكيف انه يعني الاستعداد هو مو فقط للناس اللي يكونون كبار في السن او الناس اللي على وشك الموت، يمكن طفل. احنا قبل ايام سمعنا التقارير اللي تحررت عن الزلازل اللي حصلت وماتوا بالالاف، الكثير ماتوا. فاليوم الرب وضع على قلوبنا انه نتكلم عن هذا الموضوع، استعد للقاء مع هذا الاله. طيب انا سؤالي موجه للاخ ناجي. اخ ناجي، لماذا الكتاب يقول لنا استعد للقاء الهك؟ ممكن تساعدنا كيف نستعد حتى نوصل لهذا الهدف السماوي، ولماذا الكتاب يحثنا كمؤمنين انه نكون مستعدين؟ هل الاستعداد بعد ذلك اريد تتكلم أنه فقط للمؤمنين، أم هو نداء من السماء إلى كل النفوس الموجودة على الأرض؟ أتفضل. شكرا يا أخت رواء. السيد المسيح لي المجد أكد لينا فناء هذه الحياة وزوالها بقول مؤثر وصريح، أيده بمثل رائع هو عبرة لمن يعتبر، مثل الغني اللي أخصبت كورته، إنسان قلبه منهمك انهماك شديد جدا في محبة العالم وفي ملذات الحياة، فأخذ يرتب حسب إرشاد قلبه جميع مصالحه العالمية لمستقبل بعيد المدى، كأنه خالد في الأرض وقادر على أنه يفعل ما يشاء ويتمتع بما يريد. يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، افرحي واشربي وتمتعي. بينما هو مفكر في هذه الأمور، إذا بالحكم الأعلى وفاه وطالبوا بالوديعة في ساعة لا ينتظرها، قائلا له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ ما أجهل الإنسان اللي بيظن أن الحياة في هذا العالم تدوم، ولا يدري أن هذه الأرض ليست بدار خلود إحنا هنقعد فيها شوية صغيرة مهما طالت، بعد كده يخطفنا الموت منها ويردنا للمكان الذي أخذنا منه. في سفر الجامعة قال سليمان: فيرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. عشان كده السيد المسيح يقول: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. ويقول للمؤمنين: اعملوا لكم أكناي كياسا لا تفنى وكنزا لا ينفس في السماوات، حيث لا يقرب سوس ولا سارق ولا يبلي سوس، لأنه حيث يكون كنزكم لما بتكنس في السماء، حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. ده يخلي قلبك متعلق باستمرار بالسماء لما أنت عارف أن في حاجات كتير أنت مخزنها ليك حلوة في السماء. ويأتي هذا الأمر الإلهي في سفر عاموس: استعد للقاء إلهك. كانما يردد صدى هذا الأمر في الرسول بولس في كورنثوس الثانية إصحاح 5 من عدد 9: لأنه لابد أننا جميعا
نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد منا مكان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. لو أنا دلوقتي متوقع أن أنا همسل قدام قاضي عظيم أو حاكم عظيم وسوف أواجه مساءلة عن حاجة خطيرة جدا قد اتهموني بيها وقد تصل عقوبات الإعدام، هل هستعد لهذا الموقف ولا مش هستعد ليه؟ هل لو اتهمت بتهمة باطلة، حد حط الواحد مخدرات وبلغ عنه انه في عنده في البيت مخدرات وجم فتشوا البيت ولقوا ومسكوه قالوا له انت تاجر مخدرات، هل هيسكت ولا هل هيستعد علشان الموقف اللي هيكون فيه يستعد للدفاع عن نفسه او يستعد لملافاته؟ لكن ما اكثر الذين لا يفتكرون ابدا بان يستعدوا للقاء لهم، يهتموا بلقاء من احسن اليهم من اهل الارض اكثر مما يهتمون بلقاء الله، مع انه ملك الملوك ورب الارباب وهو اللي هيحكم علينا حكم ابدي بحسب حالتنا هنا، فاما ان نروح يصعدنا للافراح السماويه او يطرحنا في اعماق الجحيم. ده الاستعداد للموت امر ضروري جدا الى اقصى درجه، لانه اتي الى كل واحد اذا تأنى الرب في مجيئه طبعا، والانسان لا يموت الا مره واحده، وضع للناس ان يموتوا مره ثم بعد ذلك الدينونه في سفر العبرانيين اصحاح 9، وضع للناس ان يموتوا مره ثم بعد ذلك الدينونه، النفس لن تموت، في دينونة أبدية بعد الموت. يكون الإنسان قدام أمرين، يا إما سعادة أبدية أو شقاء أبدي، حكم نهائي مفهوش استئناف ولا نقد ولا عفو عام ولا حاجة، بعد الموت مفيش مجال. هنا ممكن العفو على حساب دم الرب يسوع اللي كفر عننا واللي دفع الثمن عنا، دفع ثمن خطايانا لأنه حمل خطايانا في جسده على الخشبة، كفر عن آخر خطية من أول خطية لآدم للآخر خالص. فلما احنا بنجيله بروح التوبة والانسحاق طالبين تطهير دمه الثمين، يقولوا لأنه دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. لكن لما ما نجيش ونعاند مش بالعافية، العفو موجود لكن انت لازم تستفيد وتقبل هذا العفو. لكن لما ما تقبلش وتروح الأبدية خلاص الرجاء مقطوع، مش ممكن نصلح ما وقع منا هنا من خطأ. فلازم نتأكد من أمر خلاصنا أو هلكنا الأبدي قبل ما نواجه لحظة الموت. سيد المسيح قال اسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. يعني لو واحد مثلا حكم عليه بالإعدام أو مسك في جريمة سواء كانت حقيقية أو ملفقة ضده وليه فرصة أنه هو يهرب لحياته، هل يتأخر إنه هو يطلق ثقيل الريح عشان ينجو بحياته؟ أنت قدامك دلوقتي فرصة، ما نقدرش نعرف قد إيه، أنت متعرفش قد إيه عشان تستعد لاستقبال ساعة الموت، وبعديها سوف تقابل إلهك لتعطي حسابا في يوم الدين عن كل ما قدمت يداك خيرا كان أم شرا. ليه تكون متقاعس ومهمل ومتأخر
في أهم أمر ليك. ده منتهى الغباء، ده جنون. يقول له يا غبي اليوم تطلب نفسك منك، اليوم وانت مش دريان. الموت حقيقة من حقائق الحياة، ومهما وقع الشك في أمور الحياة، لكن في أمر واقع لا دخل للشك فيه، هو الموت. الإنسان إحنا بنستعد للحياة العملية سنوات طويلة في التعليم عشان نشتغل في وظيفة كويسة لمدة مثلا كام؟ 30-40 سنة. وإحنا بنشتغل الواحد بيحاول يشوف إذا كان يقدر يدخل للمعاش طول سنوات عمله، علشان لما يطلع على المعاش يلاقي دخل يكفيه. طيب، ما بالنا بالأبدية؟ ما عن ادخارنا للأبدية؟ إيه الأبدية اللي لا نهاية ليها؟ لا نهاية ليها. تأمل أي خسارة تحل. إذن بالواحد لو هو مش مستعد، مش خسارة أموال ولا قصور، لا 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 لا، دي ممكن تعوض. وإذا خسرها الحياة محدودة هنا، معلش. لكن أنت ليك نفس واحدة، وأنت ليك نفس واحدة، إذا فقدت مش ممكن تجدها مرة تانية، إذا خسرتها مش ممكن تعوضها أو تعود تربحها. كل غنى العالم ما يردش ليها لهذه النفس سعادتها. عشان كده الرب يسوع من فمه الطاهر ينبه قائلا: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ نفسه. أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ عشان كده يقول أشعياء وينادي، ينادي ويصيح أشعياء النبي في إصحاح 55: ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. ليه تموت؟ ليه تموت في خطاياك؟ ليه؟ ليه والعلاج موجود والثمن مدفوع والرب يسوع بذل دمه ومات على الصليب عشانك، واداك وثيقة الغفران موجودة؟ هل تخلي وثيقة العالم تحرمك من سعادة أبدية وتسبب لك شقاء أبدي؟ قال المرنم في مزمور 118: تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. يعني معناها كل ما يقاسي الإنسان هنا من الآلام يعتبر هين جدا إذا نجا من الآلام الأبدية. تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. يعني إحنا لازم نردد في أذهاننا هذه الكلمة المريعة: الأبدية، الأبدية. نتذكر توجد جهنم لا نهاية ليها، وأنه يوجد مجد أبدي لا آخر له. الرب يسوع قال: فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. نفس الكلمة المستخدمة أبدي هنا في العذاب هي اللي مستخدمة أبدي في الحياة الأبدية. ما نقدرش نهرب منها، ما نقدرش. يا ريت كان كل الناس يطبعوا صورة الأبدية على أعماق قلوبهم، لأن ده كان هيغير من الأولويات. لما أنا أنظر للحياة من وجهة نظر الريفرنس بتاعي، ريفرنس بوينت يكون الأبدية، أشوف الأمور والأحكام وقرارات حياتي تبقى مختلفة، تبقى مختلفة جدا. فده حتى قدماء المصريين يعني يعلمونا وهم كانوا وثنيين. لكن مثلا واحد زي فرعون عنده في عقيدته ان لازم الجسد بتاعه المتحنط يفضل سليم علشان الروح تتعرف عليه في اليوم الاخير.
واثق ان في حياة بعد الموت، يضحي بعشرين سنة يخلي مصر كلها تبني له الهرم الاكبر علشان هذا عايش للأبدية وبيعمل كده، فعلى حسب تفكيره ده يقين عظيم على الحياة بعد الموت. وناس قادوا كل حياتهم في التقشف البالغ من البوذيين مش عشان خاطر يروح السماء، لا، علشان يوصل لحالة النيرفانا اللي هي حالة العدم، إن هو يخلص من دورة الحياة اللي هم حسب تفكيرهم تناسخ الأرواح مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، يخرج من دائرة إن هو يفضل يعيش 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 في جسد وجسد حسب تفكيره. طبعا احنا ما نؤمنش بحاجة زي كده. لو أنا تعرض علي تشتغل، لو شاب تعرض علي يشتغل 20 أو 25 سنة في أعماق شقة جدا، مش بيهاجر ويجي ويشتغل ويكافح ويشقى عشان يعمل لنفسه، عشان يعمل لنفسه فلوس ومبالغ، طيب الأبدية كام سنة؟ الأبدية بعد كده هو يمكن بيشتغل كده عشان مثلا يستريح 40 سنة بعد كده، أو يشتغل 30 سنة أو 40 سنة في حياته، شقة شقة. إحنا بنعمل إيه عشان الأبدية؟ تفضلي يا أخت رواء لو عندك أي تعليق. أخت رواء، طيب هكمل. هل تسمعني يا حاجي؟ تعليق؟ يا أعتقد المخرج هو تأخر مشانا. طيب أخ ناجي، يعني كلامك رائع ومنطقي جدا، والمشاهد اللي بيشاهدنا الآن سعيد جدا بكلامك، لكن في كثير اللي ناس بيقولوا طيب ما أنا من يعني عندي العمر طويل وممكن أنه من أكبر أو أصبح شيخ، ممكن أنه أتوب توبة حقيقية، خليني أستمتع بشبابي، خليني أستمتع بهذا العالم، يعني انت ليش يعني مصر انه استعد للقاء الهي؟ انا ما اريد اموت، انا واله والاله اللي خلقني هو اعطاني حياه حلوه حتى استمتع بها، مو انه اموت، فليش انت يعني تريد استعد اليوم بالذات حتى الاقي الهي؟ فممكن توضح هل العمر هو مرتبط بسنين معينة حتى أنه نلتقي ونستعد للقاء الإله؟ تفضل. وهو عطاه حياة حلوة علشان خاطر يعيش، ده مع المسيح أحلى حياة، ده مع المسيح يبقى عنده اطمئنان أنه هو لو مات في أي لحظة ليه الأبدية، يبقى عنده اطمئنان من جهة حياته الأبدية، عنده رجاء في السماء. أعظم سعادة سعادة القلب المطمئن بأن خطاياه مغفورة وبأن حياته الأبدية مضمونة في شخص الرب يسوع. ده الرب يسوع قال حملي، تعالوا إلي جميعا متعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هي الخطية بتريح، ده زي ما بيقول أحد الخدام من الصعيد، تفلس وتجرس وتنجس وتأثر على نفس نسله وحياته كلها. لكن إجابة على سؤال حضرتك، كثير من الناس بيخشوا الخطية ويخافوا عقابها، لكن بيتجسروا ليه؟ فاكرين إنهم ممكن يتوبوا لما يموتوا، مش عايزين يسمعوا قول أقوال الله، اذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون، استقول ليس لي فيها سرور. وكأن لسان حال الخاطئ اللي بيأجل توبته للساعة الأخيرة أو لحين الشيخوخة بيقول يا رب أعدك أني أتوب عن الشر، بس متى عدمت قوتي؟ متى قوتي راحت؟ هخلص لك المحبة، لكن متى عجزت عن التصرف فيها فيما يلز حواسي؟ هندم على إهانتي ليك، لكن متى ضعفت ولم تعد لي قوة للاستمرار في إهانتك؟ وأعترف وأقر بأني أخطأت،
إذا ما ربطت يداي ورجلاي عن السير في طريق الخطية. هتوب لك يا رب وقتها. بصوا اللي ما يحبش الله في حالة الحرية وسعة الوقت هيكون عادة أقل حبا لي لما يجيله الموت ويشوف جهنم فتحة فيها لابتلاعه. مقاسات الأوجاع والأمور الناتجة عن الحزن عادة تؤثر على قوى النفس ولا تدعها تملك عواطفها. فكان بالحري وقت رهبة الموت وهي أشد تأثير، لأن رهبة الموت بتهد أركان العقل. وبعدين عادة المريض يكون مشغول في أحوال مرضه، النهاردة حمى شديدة، النهاردة شعر بخفة المرض، النهاردة تقل عليه، النهاردة الدواء ده أفاده، وغير ما يستعرض أحوال مرضه لحد ما يبغته الموت. لو الخاطي ما استجابش لصوت الله للتوبة وهو في حالة الصح، إزاي وهو في حالة المرض والضعف واضطراب الفكر وتأسي القلب وستين ألف شيطان يحدقوا بيه علشان ما يتوبش؟ بعدين البعض لا ينذرهم بالموت مرض ولا حاجة، جايز يموتوا في انفجار في المخ بعيد عنكم أو سكتة قلبية أو حادث سيارة. كتير فكروا في التوبة لكن أرجهوها لساعة ما قبل الرحيل، إن قضى العمر ما انتهزوش الفرصة. وانقض الموت عليهم بغتة وهوى بيهم إلى جهنم وهم الآن في حسرة لا نهاية ليهم. انتوا عارفين ان اكتر ناس بيقبلوا المسيح اللي هم في سن الشباب، مش كبار، مش كبار، دي الاحصائيات بتقول كده. انا اذكر وانا شاب عمري 15 سنه في القاهره، كنت ليله راس السنه، كنت قرب كوبري على كوبري باب الحديد اللي يعرف القاهره، ماشي عليه مع مجموعه اصدقاء، كنت بعيد عن ربنا. طلعت عربيه سيئها واحد سكران، طلعت جنبي العربية، أشكر الرب ما دهستنيش بفارق صغير عني، واحد سكران. كنت بعيد عن الرب، الرب أنقذني. أنا سمعت رسالة الخلاص بعد كده، بعديها بفترة قصيرة، واتجددت في جمعية خلاص النفوس. قد تكون هذه الحادثة كانت عبرة لي في الباك جراوند بتاع فكري، ما اقدرش يعني اجزم هل عرفت فعلا ان ممكن اموت في اي لحظه، عرفت، لكن هل دي كانت من ضمن الحاجات اللي هي خلتني اقبل الرب في الباك جراوند بتاعي؟ قد تكون، لكن ده اللي حصل. الرب نجاني، لكن في ناس كتير لا، بتحصل حوادث لا ينجو. في ناس تقول طب وقولة كيف اللص اليمين مش خلص على آخر نسمة من حياته؟ يا للغباوة، هو كم من المواعظ سمع هذا اللص. على فكرة البايبل ما بيقولش اللص اليمين، احنا بنقولها لأن اصطلاح انه هو اللص اللي هو قبل المسيح، لكن البايبل مش بيقول كده. الإنجيل كم من مواعظ سمعها، كم ده أتى ما لم يأتي أعظم القديسين. إيمانه كان عظيم للغاية، آمن بالمسيح لكن مش وهو بيعصن عن معجزات ولا بيقيم لعازر، لكن آمن بيه وهو معلق على الصليب زيه. آمن قبل ما تحصل الزلزلة اللي برهنت على لاهوت ابن الله. التلاميذ كانوا هربوا كلهم ما عدا يوحنا الحبيب، وضاع رجاءهم، رأوا المخلص معلق على الصليب، لكن أعلن اللص إيمانه بيه وهو شايفه مهان من الجميع. اشكرني يا رب، متى جئت أنت، يعني متى جئت في ملكوتك؟ عارف أنه لي ملكوت، لي ملك. إزاي؟ اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. طيب هي قد إيه المدة اللي بيحطها الكتاب قدامنا عشان نتوب فيها؟ يقول في رسالة رومية أصحاح 13، إنكم عارفون الوقت، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم.
في خادم للرب قال مرة للشعب يجب أن تتوبوا قبل اليوم موت بيوم. قالوا له طب ومن يعلمنا بيوم الموت عشان نتوب قبله بيوم؟ فقال لهم إذن توبوا من الآن. ده الحكمة، لما يكون الخطر شديد جدا لازم تتخذ كل الاحتياطات بتاعتك. لكن في مستقبل العمر ونضارة الشباب قد يقول الإنسان لنفسه أنا مش هتأيد من دلوقتي بالدين وضيع الخناق على نفسي، لما تجي لي الشيخوخة أتوب. هل الحياة مش مضمونة للشبان؟ كم ناس ماتوا هم صغيرين؟ لما نروح للقبور ونشوف عليها على اللوح بتاعتها يا ناس صغيرين مكتوبين عليها، أطفال وشبان وشابات من كل وكبار من كل الأعمار. لا تؤجل توبتك لا يأتي وقت يقفل في باب التوبة. يقول الكتاب روحي لا يدين في الإنسان إلى الأبد، ويقول وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعل ما لا يليق. اليوم يوم خلاص، الوقت وقت مقبول. طب بكرة ما تقدرش تقول لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ما يالد لك الغد. الأبدية الرهيبة، الأبدية رهيبة جدا جدا جدا. لازم تستعد لملاقات إلهك. في بيت شعر كان جميل جدا، ترنيمة أذكرها كانت في مصر بتأثر عليا قوي. في بيتين منها يقولوا يا غافلا لا تحتقر مستعصيا روح الإله، واحذر فوات فرصة ما دمت في هذه الحياة، لعل ذاك الروح لا يعود بعدما ابتعد، لأن روح الله لا يعود فينا للأبد. أمين أمين. شكرا لحضرتك أخي ناجي، يعني كلام مبارك رائع جدا، وخاصة على كلام اللي قاله الأخ ناجي إنه الموت لا يعرف العمر. فعلاً في هذه الأيام التقارير اللي بنسمعها الأخ ناجي مثلاً في تركيا الزلزال اللي أخذ أكثر من 40,000 شخص، ولسه بعد يمكن العدد راح يزداد أكثر. كانوا فيهم أطفال رضع، يعني أطفال صغار، وكان فيهم شباب، نساء، فيهم شيوخ. فالموت ممكن يجي في أي وقت. لهذا اليوم الرب يتكلم إلى نفوس كثيرة إنه ننتبه، الفرصة، لكن هذه الفرصة ممكن إنه تنتهي إذا مو زلزال، يمكن أمور أخرى، يمكن مرض، أو الرب ينادي على النفس اللي لأنه هو الرب اللي أعطاك هالحياة، هو اللي بيطلبها هذه الحياة. خلينا مستعدين بقلوب مستعدة، بنكون كالعروس اللي تكون مستعدة للعريس. العروس من تكون مستعدة للعريس بتحاول إنه تجمل بحالها، بتحاول إنه خصوصا بالأيام الأخيرة نشوفها تكون دائما بالرغم من توترها وتعبها، لكن تكون فرحانة لأنه راح تتقابل مع العريس. فخلينا وإحنا في هذه الأيام، ممكن أن تكون الأيام الأخيرة بحسب المكتوب، أنه نستقبل عريسة السماوي، نكون مستعدين، تكون عروسة نقية، بهية، طاهرة، مقدسة، مكرسة، مفرزة لعريسة السماوي. أمور رائعة وحلوة بعد أكثر، لكن حابة أنه أخذ فاصل وراح نعود معكم أحبائنا المشاهدين، ومع القس أيضاً الدكتور بسام خلف يتكلم وأكثر نخوف في هذا الموضوع السعدي القائلة. ابقوا معنا. قال الرب يسوع انظروا لا يضلكم أحد.
السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. إلى الأحباء المشاهدين، ترقبوا الماراثون الثاني على التوالي لهذا العام وسلسلة برامج باللغة العربية والإنجليزية تسلط الضوء على علامات نهاية الأزمنة واقتراب مجيء الرب ثانية، وذلك بمشيئة الله من 21 إلى 28 من شهر فبراير شباط مع خدام الكلمة والتعليم. سنكون معكم على البث المباشر وهذه البرامج تحت عنوان قريبا جدا سيفاجأ العالم. نصلي أن تكون هذه الحلقات سبب بركة روحية للجميع كي نسهر جميعا منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. آمين. استعد للقاء إلهك. أحبائنا ومشاهدينا الكرام، الرب اليوم معطيك هذا العمر اللي هو نعمة كبيرة واللي هي فرصة أنه تعيش فيها وتجتهد فيها أنه تعيش حياة فضلة. اليوم رح نسمع ونستفيض أكثر بموضوع حلقتنا مع القس الدكتور وسام خلف. قسيس وسام، تكلمنا من جانب تكلم في الأخنات كيف نستعد للقاء الرب ولماذا الكتاب المقدس أعطانا هذا أن نكون مستعدين، وأيضا نتكلم أمور عملية أنه كيف نشوف قبل الأمور. لكن اليوم حابين أنه أيضا نتكلم عن في ناس بتخاف من الموت، في ناس يعني ما في عندها رغبة أن تلتقي مع الله لأنه تعرف هناك دينونة، تعرف أنه هناك حساب من الرب. ممكن تتطرق على العدالة والدينونة، نتكلم أيضا عن الموضوع. كثير من المؤمنين يعني يسمعوا عن هذا الموضوع، هل هذا هل العدالة عدالة الله من الدينونة هل هي للمؤمن أم لغير المؤمن، أم تشمل المؤمن والغير المؤمن؟ تفضل. نعم، شكرا أخت رواء وشكرا أخ ناجي على الموضوع الحلو اللي قدمته. حابب أقرأ مقطع صغير من رسالة رومية الإصحاح 2 يلي بيقول فيها بعدد 1: لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. ونحن نعلم أن دينونة الله هي حق حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. أفتظن أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله؟ منشوف هنا أحبائي في هذا المقطع أنه الله عم بيتكلم عن أنه في دينونة، وهذه الدينونة الله حضرها من قبل تأسيس العالم، لأنه الله إله عادل، الله إله قدوس، الله إله صالح، الله ما عنده محاباة بين الناس. فقداسة الله وعدلته بتخليه أنه لازم يأسس لشيء يلي اسمه الدينونة أو يوم الحساب. هذا أمر مفروغ منه بالنسبة للترتيب الإلهي لحياة هذا الكون كله سوا. هلأ نحن بنشوف أحبائي أنه الإنسان بيستخف بهذه الأمور، لأنه الإنسان تعود بسبب طبيعته الشريرة، بسبب الفساد المستشري في المجتمع، بحسب الفساد المستشري في الحكومات وفي القضاء، بيتوقع هذا الإنسان أنه يوم الدينونة عند الله منه هالقد مهم، أو ممكن يبرطل الله ببعض الأعمال، أو ممكن يبرطل الله ببعض التقديمات، أو الله ممكن بالنهاية يقول تعرفوا شو، كأنه زهق هيك، أوكي ما بقى بدنا نعمل دينونة، أنا بدي خلص كل الناس، محبتي بدها تشملكم كلكم وكلكم بدكم تطلعوا على السماء. هذه الأفكار ناتجة أحبائي من وراء مفاهيم خاطئة في أفكارنا كبشر
نابعة من وراء ابتعادنا عن الله وعدم معرفتنا بشخصية الله وبطبيعته وعدم معرفتنا بكلمته المعلنة لإلنا على صفحات الكتاب المقدس. لكن الكتاب المقدس ما بيتغير والله ما بيتغير، اللي يكون كل إنسان كاذب والله صادق. فالله ما بيغير بكلامه ولا بيغير بصفاته ولا بيغير بطبيعته، وكل شيء اللي بتسمعه بتشوفه مغاير لما أعلنه الله في كلمته عن نفسه وعن علاقته مع البشر هو كلام مش صحيح. طيب نحن لازم نرجع للكتاب المقدس، مش هيك الكتاب قلنا أحبائي أنه الله عين يوم، هيك بقول الكتاب، الله عين يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل. فالله بده يدين المسكونة بالعدالة، يعني كل إنسان عمل خطية ما طلب الغفران وتاب عنا، هذه الخطية نتيجتها الموت الأبدي، الانفصال الروحي عن الله، إن كان في هذه الحياة أو في الأبدية فيما بعد. شوف الله عادل لأنه الخطية لازم تأخذ جزائها، مثل ما قلنا سواء بهالحياة أو بالآخرة. الكتاب المقدس بيقلنا الأعمال الناس، بعض الناس أعمالهم تسبقهم وبعض الناس أعمالهم شو بتتبعهم. يعني في ناس أعمالهم بتوديهم للخراب والهلاك بهذه الحياة، وفي ناس يمكن ما ينالوا جزائهم في هالحياة لكن بينالوا وين؟ في الأبدية. أنا بدي أسأل سؤال هون لأحبائنا المشاهدين، هل بتقبل أنت أنه شخص يتعدى مثلا على أولادك، يأذيهم، يستغلهم، يعذبهم، بعدين يقتلهم، وبعدين يعيش حياته هيك بدون أي جزاء ويموت بدون أي جزاء؟ أكيد ما بتقبل. أكيد كل واحد منا عنده نتفة من العدالة وعنده نتفة من التفكير المنطقي وعنده نتفة من الشعور بأنه في شيء غلط بهذا الأمر، إلا ما نفكر أنه لازم يكون في وقت الله بده يجازي الناس. ومشان هيك نحن الكتاب بيعلم على أنه في أبدية أحبائي، لأنه الله عادل، مش ممكن إنسان يعمل خطية بدون ما ينال جزاء عليها، حتى لمن مرات يسامح الله ويغفر لهذا الإنسان، هذا الإنسان كثير من المرات بده يتقاصص على الخطية اللي عملها مع إنها انغفرت له، لكن بيتقاصص فيها في هذه الحياة مش في الأبدية. طيب الكتاب المقدس بيقلنا أحبائي إنه إذا نحن شفنا غيرنا هالقد شرير وبيستاهل انه يندان ومنطالب بإدانته ومنطالب انه الحق ينعمل ويتطبق، الله عم بيقلنا هذا الحق بيتطبق عليك وعلى غيرك اذا انت بتعمل مثله، او بمعنى اخر بتخطي مثله. مش ضرورة تعمل نفس الخطية، ممكن برأيك خطية اقل انت بدك تتحاسب بنفس المستوى بنفس الكرايتيريا مثل هذا الإنسان يلي أخطأ بشكل كبير. هلأ أكيد بالأبدية العذاب بيختلف بين ناس وناس بحسب الشر تبعهم، فهون عدالة الله بدها تتم، والكتاب المقدس فرجانا هذه الأشياء بأشياء عديدة بأشياء عديدة. وأحبائي هون بدي لكم بعض الأمور يلي مهمة جدا نفهمها. الله مرات بنتساءل طيب ليش ما بيقتل العالم كلهم سوا؟ طيب إذا أنتم بتقولوا إنه هود العالم خطاط كلهم وإنه نحن كلنا عملنا شر في عينين الرب، ليش الله ما بيقصصنا؟ الكتاب المقدس بيجاوب على هذا السؤال أحبائي، والجواب هو إنه الله لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، إلا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، بل يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس
بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. لكن الله من وقت لآخر بفرجينا مساطر، بفرجينا أمثلة عن شو ممكن يحدث في حياة الإنسان لو الله فعلاً فعلاً بيطبق كلامه مثل ما نحن منقول. هلأ بدنا ينفذ العدالة تبعه، ما كان ولا واحد منا بيستاهل ينجو من عدالة الله. يوم من الأيام إجوا جماعة لعند المسيح وقالوا له سمعت عن هودي الجليليين يلي خلط بيلاطس دمهم بدم ذبائحهم. هودي مجموعة من الناس إجوا من منطقة الجليل على أورشليم تيقدموا ذبائح، وهنيك بيلاطس البنطي إجا ودبحهم وخلط دمهم بدم الذبائح تبعهم. شوف المسيح ما عالج أسباب هودي الجماعة، ما قال ليش الله سمح هودي يموت وغيرهم ما يموت، ما جاوب على هذا السؤال اللي نحن دائما بنسأله، ليش الله سمح هذا يموت وهداك ما يموت؟ ما جاوب، لأنه هذا شيء من حق الله، هذا شيء بفكر الله، هذا شيء بعدالة الله، الله بيعرف شو عم بيعمل. لكن المسيح جاوبهم بطريقة كيف بدي أقول لك دقيقة جدا، وهو أنه وجه الأنظار مش لشو عمل الله بهود الناس أو سمح يصير فيهم، لكن وجه أنظار الناس لنفسهم هن. بيقول لهم المسيح قال أتظنون أن هؤلاء الأشخاص الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين؟ الحق أقول لكم إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فالرب عم بيقلنا أحبائي إنه بدل ما نقعد نفتش على أجوبة لأشياء عويصة ما إلنا دخل فيها ولا رح نفهمها ولا الله رح يعلنها لإلنا نحن لازم نفكر بنفوسنا، هل أنا متصالح مع الله؟ هل أنا تركت حياة الخطية والشر يلي بتقودني للهلاك في العالم الحاضر والحياة الأبدية؟ هل الله راضي عني؟ هل من وقف قدامه بيقول لنا عما أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك؟ هذا السؤال. فالله بده يجازي كل إنسان. قال بقول الرسول بولس لأننا جميعنا سنقف أمام كرسي المسيح لكي يعطي كل واحدا عن نفسه حسابا عن كل ما فعل في الجسد خيرا كان أم شرا. فهذه نقطة مهمة نتذكرها ونعرف أنه ما في مفر من يوم الحساب. أنت وأنا رح نقف قدام المسيح سواء كنا مؤمنين أو غير مؤمنين، رح نقف قدام المسيح. أنا إذا كنت مؤمن الله بده يسامحني على الخطايا، أو الله بيقول لي أنت مسامح لأنك أنت قبلت المسيح، قبلت الغفران، ما في على علي دينون على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. لكن إذا أنا بعيش بحياة الخطية بهالعالم في حساب لإلي، في حساب لإلي. وإذا أنا إنسان ما تبت عن خطاياي وقبلت المسيح رب مخلص على خطاي على حياتي، بده يجي وقت ويكون نصيبي هو الهلاك الأبدي، ويقول لإلي المسيح اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكتي. أخت رواء تفضل. نعم كلامك رائع جدا وبشجع قسيس وسام، وأنا حابة أنه تسترسل في هذا الكلام وهذه الفكرة، لكن حابة أنه تعلق على مسج رسالة من المشاهد بيشاهدنا الآن، بيقول قبل أن أدخل على البرنامج كنت أتحدث مع شريك حياتي بنفس الكلام الذي تتكلمون فيه الأخ ناجي والقس وسام، وأقول له يجب أن نكون حاضرين للوقوف أمام الرب لأننا لا نعرف في أي لحظة نموت. وهي دخلت فجأة وشافت نفس الكلام أنه أنتم بتتكلمون. فما هو تعليقك يا قسيس وسام؟ وممكن تسترسل في كلام حديثك لحلقة اليوم. نعم الحقيقة الله بيتكلم وبيعمل بطرق عجيبة جدا.
الرب بيتكلم لقلوبنا أحبائي، وبيثبت الكلام يلي عم بيتكلمه لقلوبنا من أشخاص تانيين أو بحوادث تانية أو بقراءات كتابية أو إلى ما هنالك نسمعهم أو منشاهدهم. فأنا بدي شجع الأخت إنه الرب عم بيتكلم لإلكم أنتو زوجيك، وفعلا معك حق، لازم نكون كلنا جاهزين مثل ما بقول الكتاب، استعد لملاقات إلهك، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. يمكن يجي ابن الإنسان بالموت ياخدنا، يمكن يجي بنفسه، فنحن بدنا نكون جاهزين على طول باستمرار. قال وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم، لازم نضل واعيين سهرانين، وربي يبارككم. طيب نحن رح نتابع على الموضوع تبعنا، وهو إنه في كتير من الناس بيستخفوا بالأبدية لأنهم ما بيأمنوا بحرفية تعليم كلمة الله. بفكر أنه الكتاب المقدس من يتكلم بأشياء معينة مرات مش قصده مزبوط هيك المسيح. يعني لما المسيح يتكلم عن شناعة الخطية، أو الكتاب المقدس يتكلم عن شناعة الخطية، يتكلم الكتاب المقدس عن الدينونة، عن عدالة الله، عن العذاب الأبدي، عن الحياة الأبدية، عن أهمية موت المسيح على الصليب، على أهمية التوبة وتسليم الحياة للمسيح كليا، أهمية الاتباع المسيح يوم بعد الآخر. الكتاب المقدس هون ما عم بيعمل أشياء مبالغ فيها تيخوفنا يعني، لا، الكتاب المقدس عم بيخبرنا حقيقة، حقائق الله وضعها في ناموس هيدا العالم، في حياة هيدا البشرية. وانت وانا اذا ما بناخد كلامه بعين الاعتبار، منكون عم نخاطر بمستقبل حياتنا الابدي الى ما لا نهاية. احبائي، البعض سقطوا في تعليم وجود ما هو ما يسمى بالمطر، أو سقطوا في تعليم ما يسمى بالعذاب المؤقت. شوف حبيبي، هذا بالكتاب المقدس، هذا اللي منسميه نحن مطهر، يلي هو بمعنى أنه الإنسان بيتطهر من خطاياه بعذابه هو. هذا تعليم منه كتابي، لأنه الإنسان بيتطهر من خطاياه فقط بدم المسيح. قال وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة، ودم يسوع المسيح ابنه، بقول الكتاب المقدس، يطهرنا من كل خطية. طيب، فإذا العذاب ما بيطهر الإنسان، هذه فكرة وبدعة نشأت من زمان في المسيحية من وراء ديانات أخرى، وفكروا أنه الإنسان بمقدار ما بيعذب نفسه بمقدار ما بيكون مقبول قدام الله. الله أحبائي ما بده إيانا نعذب نفوسنا، الله كل اللي بده منا نجي بالإيمان والتوبة لعنده ونقول له يا رب أنا إنسان خاطئ، أرجوك ترحمني وتعطيني حياة أبدية، تغفر خطاياي من فضلك. مثل ما صلى العشار يوم من الأيام، دخل إلى الهيكل وهو لا يشاء أن يرفع رأسه، بل وقف من بعيد وأخذ يقرأ على صدره ويقول اللهم ارحمني أنا الخاطي. ما قال له يا رب اعطيني هيك كمية من العذاب لطهر نفسي، يا رب افرض علي اللي بدك إياه بس خلصني من خطاياي. لا، المسيح اللي تعذب، المسيح اللي دفع الثمن، المسيح يلي انصلب، المسيح يلي حمل العار تبعنا، المسيح حمل آلامنا، والمسيح مات بديل عنا حتى أنت وأنا ما نتحمل هاي الأشياء، لكن نخلص بالإيمان، والله يكسينا ويغطينا ببره وبسلامه وبخلاصه وبتعزياته وبفرحه. ففكرة هيدي المطهر إنه الإنسان بيروح على مكان هو ما بين السماء وما بين جهنم، يعني الإنسان التقي القديس بقوله بيروح على السماء نتيجة أعماله ومجهوده وتضحياته. بدي لكم شغلة أحبائي، ما حدا بفوت على السماء بمجهوده ولا بتقويه ولا بقداسته، نحن بنفوت على السماء بس
لأن المسيح دفع ثمن خطايانا على الصليب. منفوت لأجله هو، بسببه هو، هو اللي قدم نفسه ذبيحة كاملة مرة واحدة وقدسنا إلى الأبد. على هالأساس نحن بندخل للسماء. في الناحية الثانية اللي هي جهنم. جهنم الله أسسها مش للإنسان، الله عمل جهنم للشيطان والملائكة تبعه. والرب يسوع المسيح بيقلنا بإنجيل متى هذه الكلمات المهمة بإصحاح 25، ليك شو بقول؟ قال لأني جعت فأطعمتموني، هؤلاء اللي بيطلعوا على السماء وبيقولوا له الأبرار متى رأيناك جائعا، بيقول لهم شو عملتوا بواحد من هؤلاء الأصاغر يعني المؤمنين، فبي عملتم؟ وبقول للجماعة يلي على اليسار يلي هن ما عملوا هذا الشيء، ما عيشوا حياة المسيح يعني حقيقة، بقولهم ثم قال أيضا للذين عن اليسار بعدد 41 اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. فالنار الأبدية مش معدة للإنسان، معدة لإبليس والملائكة تبعه. السماء هي لله، والإنسان بيختار يا يكون مع الله يا يكون مع إبليس والملائكة تبعه. إيه مخترعوا يوم من الأيام فكرة المطر يلي هي بالنص، إنه الإنسان بيتعذب إيه لأنه عمل خطايا، بس ما بيتعذب لكل الأبدية لأنه هذا منه عادل، مش عدل. أنا بدي أسألك، هل هو عدل أنه المسيح يموت لأجل مثلا أنك أنت حلفت بالكذب مرة من الأيام؟ هل عادل أنه المسيح يموت لأنك غشيت مرة؟ هل عادل أنه المسيح يموت لأنك حكيت بأفى شخص آخر بطريقة غلط؟ ما أجرة الخطية موت، يعني هلاك أبدي. والمسيح لو في خطية واحدة عملها الإنسان كان لازم يموت لأجله، كان بالحري لمن الإنسان يبقى عامل خطايا بالملايين، هذا إذا ما نحسب العدد يعني مش الحالة تبع الإنسان. فإذا أحبائي الإنسان ما بيروح لمكان اسمه وسط اسمه مطهر، لأنه نحن منظن أنه الله مش عادل يعني إذا بيخليك للأبدية. لا، الله عادل والله بيعرف شو عم بيعمل، والله لأنه عادل قدم المسيح على الصليب لأجلنا حتى بمحبته يقدر يخلصنا، وبذات الوقت يكون وفى مطالب العدالة تبعه. شي تاني أحبائي، الكتاب المقدس بقول هون فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي يلي هن الأشرار، وأولئك إلى حياة أبدية يلي هن الأبرار. طيب أنت بتقبل، أنا بدي أسألك يا إنسان، أنت بتقبل إنه حياتك الأبدية تنتهي في يوم من الأيام؟ هل المسيح لمن قال فيمضي هؤلاء إلى حياة أبدية المقصود فيها إنه حياة مؤقتة؟ مقصود فيها 10,000 سنة، 50,000 سنة، مليون سنة وبعدين ترجع بتنزل على جهنم، أو بينفيك من الحياة بتضمحل ما بعد إلك وجود؟ أكيد لا، ما حدا منا بفكر هيك، لأنه نحن بالطبيعة منفكر أنه لا، ما دام حياة أبدية بدنا إياها تبقى إلى أبد الآبدين إلى ما لا نهاية. بس لما يجي الموضوع للعذاب الأبدي منصير نلعب كشيت بين هون، منصير نغير ونألف ونبهر ونملح بآيات الكتاب المقدس يلي مش هيك قصدها المسيح. فكلمة العذاب وكلمة الحياة هي اتنينتهم مرتبطين بكلمة واحدة اسمها الأبدية. مش هيك المسيح مات على الصليب تينجينا من الهلاك الأبدي ويعطينا حياة أبدية يا حبائي. فرب يساعدنا أنه ننتبه لهذه الأشياء، ما نقبل أي تعليم بنسمعه يلي بيتنافى مع تعليم كلمة الله،
المسيح ولا مرة علم بحالة وسطية ما بين السماء وجهنم، ولا مرة علم عن باب وسطي ما بين الباب الضيق والباب الواسع، ولا مرة علم عن طريق وسطي ما بين الطريق الضيق أو الطريق الواسع. هذا تعليم مش وارد في كلمة الله. فالرب يساعدنا كنحن كمؤمنين نفهم هذه الأمور، لأنه إذا منحيد عن هذه الأمور تبشيرنا رح ينتزع، عمل المسيح رح تخف قيمته. ما بعد فينا نخبر الناس من أعماق قلوبنا بأناعتنا الكتابية. فهذه نقطة مهمة ننتبه لها. وكأشخاص بعد ما اختبرنا المسيح، ما تلعب مع الله أخي الحبيب أختي، ما تلعب مع الله. الله عادل للآخر بس محب للآخر. استغل محبته لإلك وقبال خلاصه بدل ما تقبل دينونته بسبب العدالة تبعه. أمين. أمين. رواء هي عندها ديلي يمكن. نعم يمكن عندها ديلي عندنا شوية. عندنا شوية. يا بجوز من التأس. كلامك جميل يا دكتور وسام، قوي قوي قوي. نشكر الرب، كلام حقيقة. يعني خلاص وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينون. نعم نعم. رب يبارك كمان أخ ناجي، رب عطيك كلام كثير حلو. أنا شكرا قسيس وسام أجل فعلا كلام رائع. يعني تعقيبا على كلامك، الرب وضع على قلبي من متى 5 قسيس وسام تقول. نعم. يعني وأما أنا أقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقا يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. يعني حسب كلمة الرب يعني صعب الدخول إلى ملكوت السماوات. يعني إذا أنا أقول لأخي كلمة أحمق أنا مستوجبة حكم جهنم، نار وجهنم. طيب قبل ما أنهي الحلقة أريد أنه قسيس وسام أنه كمؤمنين أيضا ننتبه لكلامنا، ننتبه لكلمات اللي تخرج من أفواهنا. يعني الكلام بهاي الآية صعب، ممكن يعني في دقيقة أو دقيقتين توضح لي وللمشاهد؟ نعم. الحقيقة هون الرب يسوع المسيح عم بيفسر للناس، وهون هذا الموضوع المسيح حكاه للتلاميذ وللناس اللي موجودين كانوا معه، وعم بحط شو هن مبادئ ملكوت الله، كيف الإنسان إذا بده يدخل بهالملكوت كيف لازم تكون حياته، كيف لازم يعيش. بالماضي اليهود فهموا الوصايا العشرة بطريقة بتختلف عن ما المسيح فسرها هون. اليهود مثلا كان يعتبروا أنه اللي من الله قال لا تقتل، يعني أنا في مدام ما قتلت واحد فعليا عمليا أي شيء تاني ممكن أعمله بضره هذا مش محسوب علي. أو مثلا إذا واحد ما زنى عمليا مش مهم شو بفكر براسه بيتمنى بقلبه هذا ما له علاقة بالموضوع. المسيح إجا ما أعطيهم تفسير جديد، المسيح أعطاهم التفسير يلي هو بالأساس موجود بس إني ما شافوه، وهو إنه الله بحاسب يا أحبة مش بس على الفعل، بحاسب على النوايا، بحاسب على النوايا من جوا. والشيء اللي نحن منعتبره بسيطة وخطية صغيرة وكذبة بيضة وإلى ما هنالك من الأشياء اللي منصير هيك نخفف من قيمتها ومن وقعها حتى نريح ضمائرنا أو تنرض الناس التانيين، المسيح ما كان عنده هذه الناحية. المسيح ما كان يجرب يرضي حدا على حساب كلمة الله. فهون الرب يسوع بيقول لهم يا جماعة إذا هم قال إذا قتلت بيكون مستوجب الحكم، يعني لازم تروح على جهنم بالنهاية هذا الموضوع كله. وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. لاحظ إنه القتل والغضب بدون حق اثنينتهم مستوجبين الحكم، وإذا كان القتل بودي لجهنم أكيد الكلام الباطل على الأخ الثاني أو يلي مبني على يغضب على أخيه باطلا كمان تستوجب نار جهنم.
هون المسيح استعمل يعني وقائع مختلفة لكن بنهاية واحدة، نتيجتها كلها واحدة، وبيقول لهم هون ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع. شو بيعمل المجمع؟ المجمع بيحكم، يعني بيستوجب الحكم، هذا المقصود بالكلام. ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. فإذا كل هذه الأشياء اللي ذكرها المسيح كلها بتقود بالنهاية لشيء اسمه الحكم يلي بيودي لنار جهنم. أمين. أشكرك جدا من أجل هذا التوضيح الرائع، والأكثر من رائع كان، يعني بدي أنه نستمر في حلقتنا هذا اليوم لكن الوقت أدركنا، وراح أطلب من الأخ ناجي ترفعنا بكلمة صلاة. الأخت إيريني اللي معنا واللي بتحضر الآن على السوشيال ميديا طلبت طلبة رائعة جدا، أنه في قلبها شوق أنه ترى عائلتها تكون معاها في السماء، فنصلي ونتحد معاها من أجل الأسرة أنه الرب يفتح قلبها وقلوبهم وأنه يقبلوا الرب يسوع مخلص شخصي لحياتهم. تفضل أخي ناجي. نصلي. نحن نشكرك يا رب يسوع، نشكرك لأنك بتدينا امتياز أن احنا نعرف من الكتاب المقدس يا رب أشياء ثمينة جدا ومهمة جدا يا رب. نشكرك يا رب لأنه وإن كان فيه الخطية خاطئة جدا، وإن كان عقابها أبدي، وإن كان يوم الموت غير معروف لدينا، لكن نحن نشكرك من أجل فرصة التوبة اللي أنت بتعطيها لينا يا رب، ونشكرك من أجل محبتك لأنك أنت واقف على باب القلب وتقرع وتشتاق أن يفتح أحد لكي تدخل إلى قلبه وتنظفه وتطهره وتباركه وتسكن فيه وتعطيه الحياة الأبدية. نشكرك يا رب يسوع لأنك أنت هو الطريق والحق والحياة. نشكرك على دمك اللي بيطهر من كل خطية. نشكرك من أجل أنك أنت جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. نشكرك على برك يا رب اللي بيغطينا، وعلى دمك اللي بيطهرنا، وعلى عملك على الصليب يا رب اللي بيخلي إن كانت خطايانا سوداء وحمراء وشريرة جدا، لكن دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا ويجعلنا بيض كالثلج، وثوب البر بر يسوع هو الذي نرتديه ونقول ألبسني ثياب الخلاص رداء البر، رداء برك أنت يا رب يسوع. نشكرك يا رب لأن مراحمك كثيرة، مراحمك كثيرة يا رب يسوع. إن كان داود في القديم بعدما أخطأ قال ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، مثل كثرة رحمتك اغسلني كثيرا من اسمي خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف بمعاصية وخطيئتي أمامي في كل حين. لا شك يا رب أنك أنت كل قلب تائب الآن وبيرجع إليك يا رب وبيتمسك بيك يا رب، كل نفس تنطرح عند أقدامك يا رب يسوع المسيح كما انطرح العشار وقال اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنت قلت نزل إلى بيته مبررا. نحن نأتي إليك بتواضع يا رب، معترفين بخطايانا وبأسامنا وبعدم استحقاقنا يا رب وبذنوبنا، نعترف أن دينونتك حق يا رب، وأنك أنت إله عادل وبار وقدوس. إحنا لينا خزي لجوه قدامنا، لكن إحنا نيجي علشان خاطر عمل يسوع على الصليب، وعلشان كفرته على الصليب، وعلشان دمه اللي سفك علشاننا، وعلشان شفاعته لأجلنا، شفاعة دمه وشفاعة كمال عمل وشفاعة جسده المكسور لأجلنا ودمه المسفوح لأجلنا. نأتي في شفاعة هذا الشخص الرب يسوع الابن الحبيب اللي قدم نفسه علشان يكون بديل عنا، اللي قدم نفسه ذبيحة عننا. نأتي إليه ونحتمي فيه يا رب، بنقول لك ارحمنا علشان خاطره، طهرنا علشان دمه هم، اقبلنا علشان خاطره هو يا رب. ما تسمحش ان نفس تأجل ابدا،
ما تسمحش إن نفسي تتهاون أمام خلاص هذا مقداره يا سيدنا الرب. بارك الأخت العزيزة اللي طلبت الصلاة لأجلها ولأجل عائلاتها، وبارك قلب كل أم بتطلب الصلاة من أجل أولادها يا رب، وقلب كل أب بيطلب الصلاة من أجل أولاده، كل زوجة بتطلب من أجل زوجها أو زوج من أجل زوجته، أو إحنا كم من أباء وكم من أمهات وكم من حتى لو كنا أولاد بنطلب أبناء بنطلب من أجل الوالدين، نرفع هذه الصلوات في اسم المسيح يا رب. ما أفرح نرفعها من أجل قلبه المحب الشفوق اللي يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. يا رب يسوع نأتي إليك يا رب عشان تريحنا وتريح كل قلب من أجل مصيره الأبدي، من أجل حياته الأبدية، لكي ينتقل من الموت إلى الحياة ومن الدينونة إلى البر الأبدي في اسم أطلب كل هذا لك. آمين. 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 ربي يبارك الرائعة. أشكر رب من أجل القسيس ويسام، ربي يبارك كل مشاهدينا الكرام اللي حضر معنا على السوشيال ميديا، ربي يبارككم وسلام الرب معاكم إلى أن نلتقيكم في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من برنامج التلمذة المسيحية. سلام الله ونعمة الرب يسوع مشاركة الرب القدس. آمين. آمين. تلمذوا كل الأمم، علموا وعلموا كل النفوس، غنوا الحب وانشروا السلام، باسم الثالوث القدوس. قال الرب يسوع انظروا لا يضلكم أحد، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. إلى الأحباء المشاهدين، ترقبوا الماراثون الثاني على التوالي لهذا العام وسلسلة برامج باللغة العربية والإنجليزية تسلط الضوء على علامات نهاية الأزمنة واقتراب مجيء الرب ثانية، وذلك بمشيئة الله من 21 إلى 28 من شهر فبراير شباط ناخد دم الكلمة والتعليم. سنكون معكم على البث المباشر وهذه البرامج تحت عنوان قريبا جدا سيفاجأ العالم. نصلي أن تكون هذه الحلقات سبب بركة روحية للجميع كي نسهر جميعا منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. آمين.